السلام عليكم وضعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيع لنا لمزيد من العطاء والتألق السلام عليكم ورحمة الله كنرحب بكم على قناتي قناة أسرار الأنثى اليوم غادي نقدم لكم وصفة طبيعية لزيادة الوزن في مدة قصيرة هاد الوصفة جد سهلة وبسيطة كنحتاج فيها جبن أبيض ثم سمسم مطحون السمسم كناخدوه كن كندخلوه الفرن كيتحمر شوية ما يتحمرش بزاف وكان حلم كل ليلة من بعد ما كانت و وكان الجبن الأبيض كان زيدوه خمسة المعالق ديال السمسم المطحون كان خلطهم مزيان كان و ومن بعد كان نعسو. إن شاء الله في مدة خمستاشر يوم غادي تبان لك النتيجة وإن شاء الله تكون نتيجة مبهرة كنتمنى تعجبكم هذه الوصفة وكنتمنى تجربوها ما تنسوش تديروا لي جيم وتشاركوني في قناتي